ثبت هذا الشاب المؤمن. يقول ما يقول بالفعل علي الأكبر لماذا قطع بالسيوف إربا إربا دون غيره؟ واحد يجيه ضربة على رأسه مثل القاسم مثلا يسقط إليك، نعم عليك من السلام عم يا حسين، يأتي ويحمله إلى الخيمة. بس ليش علي الأكبر بالذات قطع بالسيوف إربا إربا وكأنما كان إلى غرض خاص؟ أليس هو أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله؟ كأنما شخص رسول الله تجلى لهم في ذلك اليوم، فصبوا جام حقدهم الأموي على شخص رسول الله وشبه رسول الله. ها وهالكمال اللي عنده بالفعل هو هكذا. ولذلك لما هوى إلى الأرض قال عليك مني السلام أبا حسين، اجتمعوا من حوله، هذا يضربه بسيفه، هذا يطعنه برمحه، وهو ينادي أينك عني يا أبا. أقبل إليه، الرواية تقول هكذا، أقبل إليه قتل قاتليه، ثم امتد على طوله ونادى بني علي قتلوك، كأنهم ما عرفوك وما عرفوا من جدك ومن أبوك. بني علي على الدنيا بعدك العفا يا بويا، قول يا هل شق راسك يا بويا، قول من خمد انفاسك يا بويا، من سلب سيفك وطاسك يا بويا، ما اقدر اشوف انك مطبر. بينما كان الحسين كذلك، واذا به يرى علي الاكبر وهو يبتسم، يقول له بني مما ابتسامتك، ليش تضحك بني؟ قال هذا جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، قد سقاني بكفه الأوفى ويقول أن لك كأسا مدخورا. لحظات وإذا بعلي الأكبر يبكي، يقول له بني منذ لحظات كنت تبتسم، الآن مما بكاؤك؟ قال أبا حسين أنا أرى جدتي فاطمة وهي تنظر إليك منحنية الظهر باكية العين، وهي تنادي وولدا وحسينا. لحظات وإذا بعلي الأكبر قابل حسين، قام من مكانه، إلى أين يا أبا؟ قال بني علي لقد خرجت عمتك الحورة، نادى ودني أبويا العمة زينب، أراها خلها تشد جرحي ترى ذايب حشاها. قال لي يا عقلي مهجتي حكيك فراها، لازم اشيلك للخيم يا قرة العين، لازم اشيلك للخيم يا مهجة الروح، وعن جثتك يا صبي عيني وين انا اروح؟ لو قلت لماك ظل علي بالشمس مطروح، لازم تقل لي كان جبت الولد يا حسين، لكن بليلة شلفك يا حلو الأطباع، لو عاينت جسمايا ياك يا عقلي موزع وزاع، وزينب ما تقدر تنظراك يا ابني بالنزاع، لكن يعين الله على ضجتها النساوي،
الله يساعد قلبك أبو علي. شال المدلل فوق صدره صدره وليل الخيم عاد دمعايه ويصيح فتني فتني فاقدي لولا قومي يا ليلى للولد للولد عدلي له ساد لكن يعين الله على ضجتها النساء. كنت السواد لناظري فعمي عليك الناظر من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذر. يا الله